السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم حول أرقامنا، حول مواضيعنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الجهات المعنية وقيادات العمليات، قيادات العمليات، قيادات العمليات، وقيادات العمليات، قيادات العمليات، قيادات. لا 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 مو تقترح، ما اقترح، ما اقترح. دكتور من الساعة وترى اللجنة ضرورة فتح المولات، تغلق المولات. لا لا، وترى اللجنة فتح المولات لفترة 3 ساعات يوميا، 10 11 من الساعه 10 12 12 وحده، ما يخالف يا اخي، من ال 11 للوحده، من ال 10 للوحده. وراح يقرا صراحه الدب اليوم صار ما لقيت لنا الا هاي. جيب هذا باب الخدمه مالك، جيب الكتاب مالك اليوم راح الله لكتبنا خاطرنا بمحمد. شو هاي صار كله صمو هاي على دار المكتب ما رئيس الوزراء. شنو هذا لك معود يا سيف يا ابني؟ هسه كله مصمم وضابين لنا علي. شنو الوضع هاي لكم؟ هم اللي ضابطين بعد ما علي مصمم لان القنوات مرتبطه ويانا. هو يقول لك بس هو انتظرك، سقمنا فد وصلخنا فد اشاره. هذا كنت قلنا كم خلد، وكانوا في ايرانيين، 9 ايرانيين جايين ويا القنصل الايراني، وهسه هم حاشرين فوق بالفندق. مو قالوا ماكو ايرانيين؟ يعني هاي الاستهزاء بارواح الناس وبالمواطنين. ليش هيك؟ وهاي هم بنص حي سكني حاليا، وهاي الشرطه سادين الطريق وممنوع واحد يوصل، والى الله المشتكى. يعني ما اعرف هذا الفندق شوفوا فعلهم خضر فخليت الازمه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سنتحدث اليوم عن موضوع كيف دخلت هذه الكورونا، فيروس كورونا، إلى العراق، وكيف انتشرت، ولماذا انتشرت في ظل وجود أحزاب وحكومات غير مكترثة بأرواح العراقيين. دخول الإيرانيين من المنافذ الحدودية للعراق، دخولهم إلى العراق، استمرار الحركة الجوية، الطيران من وإلى العراق بينها وبين إيران، هذه كلها أسباب دفعت إلى وصول فيروس كورونا إلى العراق وإلى تفشيه بهذه الطريقة. الآن قبل قليل وفاة في محافظة النجف. طبعا نتحدث عن الأسباب، لماذا انتشر هذا الفيروس في العراق، لماذا لم تتعامل السلطات في بغداد بجدية مع خطورة هذا الفيروس الذي أصبح وباء عالميا الآن وأودى بحياة الكثيرين. طبعا مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق. أيضا قالت المفوضية في بيان أنه وفقا لتقارير لجنة الأمر الديواني التي أعلنت فيها ارتفاع أعداد الإصابات في العراق إلى 83 حالة، بينها 9 وفيات، الآن أصبحت 10، وهو ما يشكل حوالي 10% من مجمل الإصابات بحسب هذه المقاييس والإحصائيات الطبية. هذا يمثل مصدر للقلق. دعت المفوضية اللجان المعنية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة لحماية المجتمع من الخطر المحدق به، وإطلاق الأموال الكافية لتهيئة وتأهيل أكبر عدد من مراكز الإيواء والحجر والتشخيص. طيب، إلى نهاية البيان، السؤال هو هل قامت هذه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع خطر فيروس كورونا من الدخول إلى العراق؟ لماذا لم تتعامل بجدية واتبعت أسلوب المؤامرة وأن الموضوع يتم وفق نظرية المؤامرة وأن إيران خط أحمر لن يغلق الباب معها؟ لماذا تم التعامل مع أرواح العراقيين بهذه الطريقة بدون أي اكتراث لهم، بدون أي اكتراث لحياتهم أو أي اكتراث لخطورة ما قد يفعله هذا الفيروس بالعراقيين في ظل وجود نظام صحي متهالك في العراق؟
هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ننتظر منكم أن تجيبون عليها من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب. لماذا لا تتعامل السلطات في بغداد أو الأحزاب الموجودة في المنطقة الخضراء بجدية مع موضوع انتشار فيروس كورونا في العراق؟ لماذا تسمح بأن ينتشر؟ لماذا تسمح بفتح الحدود مع إيران أو مع الدول التي أصيبت، وهناك حركة مستمرة للإيرانيين من وإلى العراق وهم ينقلون هذه العدوى للعراقيين؟ الآن في محافظة النجف شاهدتم هذا المقطع قبل قليل، 9 إيرانيين في فندق جنة الخلد في محافظة النجف، 9 إيرانيين تم حجرهم في هذا الفندق، يرفضون المغادرة طبعا، لا يريدون أن يغادروا، وجاءوا من العراق، جاءوا من إيران، دخلوا العراق. كيف دخلوا أصلا إلى العراق إن كانت المفروض أن الحدود مغلقة؟ كيف سمح للإيرانيين أن يدخلوا؟ لماذا حتى هذه اللحظة تستمر الحركة الجوية ما بين العراق وإيران، رغم أن إيران أصبحت واحدة من أبرز بؤر انتشار الفيروس في العالم؟ طيب، لدينا بعض المشاركات حقيقة على الواتساب. السلام عليكم، تحية لك شخصيا وللعاملين بالبرنامج، أتمنى من الإخوة والأخوات الأبطال في ساحات التحرير أن يواصلون سلميتهم بالاحتجاج، وبإذن الله أثناء الانتخابات القادمة يضيفون للمطالب دار فتوى ديني تعود لشؤون الأوقاف الدينية، وهو المخول الوحيد بشؤون الشعب. طيب، لا للحوزة ولا للمرجعيات، تعود دولة مؤسسات كما يريدها كل مواطن، دولة قانون وعدل للجميع. عبد الله العازمي من الكويت، أنا أشكرك يا سيد عبد الله. زهراء من العمارة تقول السلام عليكم، أجمل تحية لأجمل قناة الرافدين. العراق أصبح ساحة حرب بين إيران وأمريكا، كل دولة تفجر مقر دولة بالعراق، ندعو الله أن يحمينا ويحفظنا منها أولاء من هذين الطرفين، ويصبح العراق لأهله يحكمونه، وربي يحفظ الثوار. شكرا لك. معنا الآن مشاهدينا الكرام السيد محمد من الناصرية، تفضل يا محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحييك وأحيي قناتك الموقرة. أهلا وسهلا. الله يحفظك. إحنا طبعا هاي بالنسبة لهذا المرض، هذا الوباء، جابوه أن هم الإيرانيين، هم هسه احنا شوف بالنسبه للحدود، الحدود لحد الان يعني هي مفتوحه بيننا وبين ايران، لان احنا خاف نسد الحدود وخاف ايران تزعل. ايران هم الابن المدلل، ايران الابن المدلل. وهسه انت شوف استاذ محمد بالنسبه لهنا بين محافظه ومحافظه، يعني العراق هم مانعينه، يا اللي يروح لبغداد او يروح للنجف يقولوا له ممنوع ارجع، يخافون من الامراض، عرفت شلون؟ واحنا ايران موجوده الحدود ومفتوحه وحاطينهم بالفنادق وحاطين ويروحون يردون، والطائرات قاعده يعني تقلع ومستمرين، ولا كانه فهم حاقدين، هم يعني عجم لا يفقهون. هم حاقدين على اليمن، لانه الحكومه نفسها هي ايرانيه. ليش؟ لأنه حقد عليهم يعني على الحرب، شلون كنا قبل احنا يعني اكو حرب بيننا وبينهم صار، وهم نفسهم عجم مجوس وحاقدين على العراقيين، على العرب، يردون ينهون العراق. يردون ينهون العراق بهاي الأمراض، الوباء اللي هسه تعال شوف الناس، الدول، العالم كلها سدت حدودها ما عدا العراق فاتح حدوده، والإيران إيرانيين قاعدين يرحون ويجون عادي، ولا كأنه يعني إيران هسه عندهم بس هم أو بس، يعني هسه تعال شوف شلون، يعني هسه تروح للنجف ما يخلوه. ليش؟ قال لك والله أمراض وكذا، وهذا خاف الوباء وخاف. زين، وشوف هسه إيران شلون، يعني احنا 9 إيرانيين الآن دخلوا إلى النجف خوف. حقيقة محجورين في فندق جنة الخلد في محافظة النجف، شلون دخلوا؟ يعني ليش يسمحون للإيرانيين بس إنه يدخلون؟ نعم، يسمحوا لهم أستاذ محمد، لأنه قلت لك أنا الحدود مفتوحة، وهسه شوف يعني بالفندق يخلونهم، فندق عوائل وهاي كلها يعني منطقة حيوية. يعني هسه هاي راحوا يدمرون الناس، دولة دمار بيهم.
هاي الشغله يعني يدمرون الناس دمار بهاي الامراض، لانه ولا كانه احنا يعني هاي الناس عرب عراقيين. هم قلت لك انا يعني الحكومه نفسها النظام نفسه المجرم هو كله ايراني، كله ايراني، كله مجوس مجوس. طيب. مجوس لا يفقهون، حاقدين على العرب. اشكرك سيد محمد من الناصريه. معنا سعد من الكويت، تفضل يا سعد. استاذ محمد الله يخليك، اولا نتمنى السلامه للغلابه اللي زي حالاتنا. نعم. ونسأل الله السلامة والشفاء للمرضى. آمين. أستاذي بالنسبة يجب واجب وطني منع الضرر، وكذلك منع يا أستاذي من يعتدي على الإعلاميين. نعم. وأخبرني عما أصاب الإعلامية اشتياق عادل من إصابتها حسب ما سمعت من قناة الرافدين سابقا. نعم. وكذلك الفيروس ما يقدر أحد يمنعه لأنه من أمر الله يهلك به من يشاء يا أستاذي، ولكن الإجراءات والاحترازية واجب وطني. صحيح. وحماية المتظاهرين والمحتجين والمحتصمين وحماية أمنية يا أستاذي. نعم. وآخر الكلام تحياتي لك وللقناة. شكرا جزيلا لك سيد سعد من الكويت، كلام سليم جدا. الفيروس هو طارئ ولا يوجد له علاج حتى الآن، لكن مع هذا الواجب الاحترازي، الإجراءات الاحترازية، الإجراءات الوقائية هي واجب على كل دولة في هذه الكرة الأرضية في العالم أن تقوم بها. يعني إيطاليا على سبيل المثال واحدة من ثلاث بؤر لانتشار الفيروس في العالم، الصين، إيران وإيطاليا. إيطاليا دخلت في مرحلة الانعزال الكامل عن العالم في ظل وجوده كمية كبيرة وأعداد كبيرة جدا من المصابين، وبالتالي قامت بالانعزال عن العالم في محاولة منها للسيطرة على هذا الفيروس، منعت الحركة بين الدول. يعني الموضوع اقتضى يمكن مقتصر فقط على الحركة التجارية وللضرورة فقط. يعني رغم أن إيطاليا يعني مقارنة بالعراق، العراق لا يقارن بإيطاليا في نظامها الصحي وغيره، لكن مع هذا إيطاليا أصيبت وتحاول أن تسيطر على الوضع. ماذا إذن بالعراق ذا النظام الصحي المتهالك؟ سيد محمد من هولندا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك أخي محمد. أهلا وسهلا. قناة كريمة. حياك الله. الشاهدين جميعا. يعني أخي محمد هي فرصتهم، هم هدفهم قضاء على الإنسان العراقي. يعني هذا الشيء يفرحهم. نعم. فهم هدفهم يعني قتل الإنسان العراقي. أنا عندي معارف بالأمن. بس أن جو مسافرين من إيران، شلون دخلتوا؟ نعم. قال دخلنا عن طريق الحدود عادي، ما حد حتى ما دافعين فلوس. صحيح. الدخولية 100 دولار حتى ما دافعين فلوس. نعم. فهذا الشيء يفرحهم، يعني حدث عاقبه ما لا يعقل، فصدق فلا عقل له. نعم. هذا الشيء واقع يا اخي محمد. هم حتى اجهزه ما عندهم كشف الفيروس. نعم. حتى ادويه ما، يعني كل شيء ما عندهم. نعم. كل مستلزمات الصحه ما عندهم. فهذه لهم يعني نعمه، جت نعمه حتى يقتلون بها الانسان العراقي. نعم. عندهم دم العراقي محمد رخيص. وفي الملاحظه. نعم. اليوم يعني من دير الزور لحد الهور كل. نعم. مواقع الميليشيات نبش كنش قصف، هاي كلها حبة الشهداء. يعني بأي. نعم. دم بدم بالقتل في هاي الشهداء راح الشباب أخي محمد. نعم. وكل معلومات إنه كل ميليشيات العصائب وحزب الله أكو بيهم فيروسات موضة واي أنا منتشر بينا. نعم. بيناتهم. هذا ليس مستبعد. العراقيين ترى يشاورون أخي محمد. نعم. كل هاي حبتنا نعتبرها. أشكرك سيد محمد من هولندا، شكرا جزيلا لك للمشاركة. طيب نود أن نشاهد الآن مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذا المقطع من مدينة الكوت لعوائل إيرانية تم إدخالها، ثلاث عوائل إيرانية من منفذ مهران الحدودي وهي الآن في مدينة الكوت، قدموا من قم. دعونا نشاهد. كل عالم بيها واسطات بس مثل الشعب العراقي يحب الواسطات ويشتغل بالواسطات ماكو، يعني تصور الواسطات حتى بالموت. شوف هذا مقطع الفيديو هسه راح نشرب صفي، خلي يشوفون اهل الكوت، خلي يشوفون هسه اللي جاي يصير منطقة الفلاحيه، فلاحيه ها هسه حصرا. شوف شوف لكون اقاربهم بالسفاره الخارجيه طببوا هذول الايرانيين اللي هم جناسيهم ايرانيه، طببوهم وقعدوهم نص العوائل، والعوائل راحت للمختار يقول لك المختار شنو تريد تودوني هناك حتى اموت، يروحون للشرطه يقول لك الشرطه عمي صديق كذي. هسه اهل الكوت جاي يتصلون بي ويقولون شوف الوضع شلون جاي يصير ويانا، هيك سفاله وهيك حقاره ما شفنا بتاريخ العالم، مثل هالحكومة هاي الجايفة اللي موجودة هسه، يتاجرون دم العراقي، يتاجرون دم أبناء شعبهم،
هالسفالة هاي واصلة بهم. الله أكبر عليكم، الله أكبر. عم الصحة، الصحة عم الصحة أمات الكوت تجهل هذا المكان الفلاحية، المنطقة الفلاحية، الفلاحية ما أعرف شنو. المهم يا جماعة الخير هسه مقطع الفيديو صفة شوفوه، الله أكبر عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أنوه على الموضوع صغير. إحنا مدينة الكوت اليوم دخلونا 3 عوائل إيرانيين من مدينة قم جايين، هم وأطفالهم ونسائهم هنا يم أقربائهم عن طريق منفذ مهران، وإحنا اتصلنا ولحد الآن ما حد جاهم، لا صح لا جهات أمنية، والمنطقة اليوم كلها دخلت إنذار، المحلات عزلت، والعوائل الخطية كلها دخلت برعب، ويا ريت يشوفونا حل لهاي القضية، توصلوها للجهات يرحم والديكم. عوائل إيرانية دخلت علينا هم وأطفالهم، ولا تفتيش ولا صح حج الصحي قبل منكم اللي جاي للكوت، الله وكيلكم وحق رسول الله، وانتم شوفونا حل لهاي السالفة بعد. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا الحديث، لا تفتيش لا حجر لا أي شيء يتبع مع القادمين من إيران، الحدود مفتوحة على مصراعيها، يدخلون ويخرجون براحتهم كما هو المعتاد، ويعني لا توجد أي إجراءات للوقاية أو للحد من قدومهم، بالعكس هناك تسهيلات ربما أيضا لدخولهم إلى العراق. أم علي من بابل تفضل يا سيدة. أم علي، أم علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس أقول يعني أسأل الحكومة، نعم، يعني ليش هيك مستهينة بالعراقيين؟ ليش هيك يعني؟ نعم. جو بلاء بلاء إجونا، نعم إجونا بلاء، هذول لا صحة لا تعليم، ليش نعم. نسوونا إياه هسه؟ خلي تقول الله بينا، خلي تقول الله. الحدود نعم. ليش مفتوحة؟ ليش نعم. معنى ويا إيران مفتوحة؟ ليش هيك العمالة؟ يعني ما اعرف شنو يعني. ادري اذا انتم تريدون ايران ليش بتروحون تقعدون بينا بايران؟ ليش جايين يمنا؟ نعم ما يصير هيك، ما يصير. الله اكبر عليهم. قتل، تهجير، شنو بعد؟ شنو بعد اللي حصلوا من عندهم؟ شنو؟ الى متى هيك يستمرون بينا؟ الى متى؟ بس الله يقدر لهم ان شاء الله. الله نعم. اكبر عليهم ان شاء الله. ام علي، انت تشوفين ان العراق بنظام صحي يقدر يتعامل ويا فيروس كورونا بهذا الحدث الطارئ؟ لا والله، النظام الصحي زفت بالعراق. يعني اذا هو بالايام الاعتياديه المستشفيات حاله يرثى لها، نعم، هسه شلون يعني المستشفيات حاله يرثى لها اصلا بالايام الاعتياديه؟ لا علاج، لا نظافه، لا 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 عنايه صحيه، نعم، ما في شيء. احنا عايشين بالقدره، يعني العراقيين عايشين بالقدره والله. نعم ما اعرف يعني دول انتقام، انتقام اجون، انتقام انتقام. حكومه عنيله، حكومه ما تدير بال شعبها، حكومه اهم شيء اهم شيء ايران، اهم شيء دول الجوار. نعم شنو ما يصير هيك شيء؟ الله اكبر. وجونا والله. سيدة أم علي، أنا أشكرك للمشاركة معنا. السيدة أسماء من ديالة، تفضل يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم سكات القناة، فرصة سعيدة شاركت. تفضلي. أستاذة، دائما إحنا نسمع بالأخبار وبالبرامج يعني هذا المرض، يعني الحكومة، أنا بس أريد أسأل الحكومة وينها من النازحين اللي بالمخيمات؟ يعني يقولون نريد ما طلعون برا، وما يعني ماكو لا اسواق لا مدارس لا كل شيء ماكو. نعم. بس الناس اللي بالمخيمات شلون وضعهم؟ شلون حالهم بهذا المرض؟ نعم. يعني هاي الحكومه وفرت لهم المكان الامن او شيء؟ انا نعم. اريد بس اسال هذا السؤال. نعم يا اسماء، شكرا. شكرا لك يا اسماء من ديالى. نتمنى تكون الرسالة وصلت والسؤال وصل. طبعا لجنة الخدمات النيابية أكدت، لجنة الخدمات النيابية في البرلمان أكدت استمرار الرحلات الجوية بين العراق وإيران رغم انتشار فيروس كورونا في معظم المدن الإيرانية. عضو اللجنة النائب كاظم فنجان الحمامي قال إن رحلات الخطوط الجوية إلى المطارات الإيرانية مستمرة بالرغم من مقاطعتها من جميع شركات الطيران في العالم على خلفية انتشار فيروس كورونا في إيران.
أكد أن طائرات الخطوط الجوية العراقية هي الوحيدة التي لا تعبأ بالتحذيرات الدولية وتسير رحلاتها إلى إيران بالرغم من تفشي فيروس كورونا. هذه لجنة الخدمات النيابية، هذا اعتراف حكومي أن الحركة الجوية بين العراق وإيران مستمرة تحديدا من العراق إلى إيران أو من يعني الخطوط الجوية بطائراتها من وإلى العراق، ولا يوجد أي اكتراث لحجم وخطورة هذا الفيروس المنتشر الآن في العالم. سيد أبو عبد الله من لندن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد، يعني عندما تقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بأنه واحد يغسل إيده قبل الأكل، يعني الإسلام يهتم بالنظافة إلى أبعد الحدود. يعني هذه موروث الإسلام عندما تقرأ سيرتهم. وعندما ضرب طاعون الشام، إمام عمر قال لا تدخلوا، الصحابة قال لا تدخلوا إلى الشام، قال يعني فقالوا أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الدواء. نعم. لكن المتخلفين يا أخي محمد، يعني إلى الآن الشعب يعني دمروا الشعب العراقي، هؤلاء المعممين الذين نعم. دمروا الشعب العراقي وسرقوا خيراتي، ما زال يضحكون إلى عوام الناس. وكيف يضحكون؟ يطلع يعني على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المعمم يقول تعال تربة الحسين فقط اتخرب منا أنه راح يقتل الميكروبات والجراثيم. وحتى غير المعممين الآن بدأوا ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي يضحكون على الشعب المسكين. يعني أخي هذا فيروس حقيقي، واحد يأخذ الحذر، يأخذ يتعالج. نعم. يعني يهتم بالنظافة، يغسل. شلون تشوف الإجراءات الحكومية اللي بالعراق تجاه هذا الفيروس يا أبو عبد الله؟ كيف أخ محمد؟ شلون تشوف وتتابع الإجراءات الحكومية في العراق تجاه هذا الفيروس؟ هل تعتقد أن الحكومة أو الأحزاب الموجودة في السلطة الآن في العراق دا تتبع الأساليب الصحيحة في التعامل مع هذا الفيروس؟ لا أخي، بكل تأكيد إن الحكومة والمسؤولين ما يهمهم، يهمهم كلها سرقة المال العام، يهمهم أنفسهم، يهمهم يضحكوا على العوام الشعب العراقي. يعني أي ما في أي إجراءات، ما في أي وقاية. يعني عندما تنظر إلى مثل الدول الكبرى مثل الصين كيف يتخذوا الإجراءات الوقائية، كيف تعقيم الشوارع، يعني ينصحون الناس كيف يتعاملوا مع هذا الكارثة. ويعني الحكومة العراقية ما يهمهم يا أخي، ما فعلوا أي شيء. يعني مثلا أن يجهزوا المستشفيات، أن يوزعوا أدوية التعقيم. يعني حتى شوف يعني دول الخليج الآن بدأ يعني يأخذ الإجراءات، حتى كما كعب بيت الله عز وجل يعقم ينظف. يعني حتى بعضهم قالوا لا تذهبوا إلى صلاة الجمعة، لكن هذول يقول تعالوا إلى تربة الحسين، تعال إمام حسين أوكي فوق رأسنا فوق عيننا، بس ما إمام حسين ما قال هذا الشيء. تخيل إذا جاء عاشوراء وهذول يضربون بالسيف كيف راح والتجمعات راح ينشر الميكروبات بين الشعب العراقي. طيب. كارثة. أشكرك يا سيد أبو عبد الله من لندن. معنا السيد محمد من بغداد، تفضل يا محمد. محمد من بغداد موجود؟ يبدو أن محمد من بغداد غير جاهز. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دعونا نشاهد هذا المقطع من محافظة النجف. دخول 9 إيرانيين إلى المحافظة. يتساءل صاحب المقطع كيف دخلوا، لماذا سمح لهم بالدخول، ومحافظة النجف أعلنت أنها أغلقت أبوابها أمام الداخلين والخارجين منها إلا للحالات الطارئة. لماذا يدخل الإيرانيون، كيف يدخل الإيرانيون أصلا إلى العراق؟ دعونا نشاهد هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أهالي محافظة النجف. أخواني عاجل، كلكم سمعتوا محافظ النجف أنطى قرار سد القازينوات والكوف مثل ما يسمون القهاوي، كلية تنسد خوفا على الناس وصحتهم، وأنطى قرار سد منافذ النجف، يعني محافظة النجف كلها سدها، لا يريد واحد من المحافظات يدخل ولا يخرج، وهذا قرار كل احنا رحبنا به وكيفنا. تفاجأنا بهذه اللحظة أخواني 9 إيرانيين دخلوا، ما نعرف منين دخلوا، وهسه هم فندق جنائن خلف علاء دوش، ومنهم وقعوا وحالتهم خطرة بالكورونا، وهسه مخبوسين خبص. الصحة والقوات الأمنية، نريد نعرف ذولا منين دخلوا. زين انتوا تضحكون علينا يا حكومتنا، جاي تستهزون بالأرواح، هذه خيانة والجميع يتحاسب. ذولا شلون دخلوا؟ يعني ابن الديوانية ابن كربلاء ابن بغداد ما يدخل إنا، والغريب يجي يدخلوا بمرض، شلون دخلتوهم ذولا؟ إلا مقصودة هاي الكلمة. وعلى الجميع مشاركة هذا الفيديو خل يوصل. أخوكم حيدر ناجي الجنابي الناشط المدني المستقل، شكرا. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا الحديث. يمنع العراقيون من الدخول النجف بحجة أنها حالة طارئة ولا يمكن السماح بدخول أحد إلى المدينة خوفا على حياة سكانها، لكن يسمح للإيرانيين أن يدخلوا. كيف دخلوا، كيف وصلوا إلى هذا الفندق، لماذا الآن تهرع هذه القوات الحكومية وبعض الجهات الصحية لمحاصرة الفندق وعزلهم وهم مصابون بالفيروس بحسب تأكيدات المصادر المحلية؟ أبو الزهراء من العمارة، تفضل يا أبو الزهراء. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمي قناتكم الكريمة، والرحمة إلى الشهداء الانتفاضة والشفاء إلى جرحانا. نعم. احنا هسه هاي الحكومة نحكي عليها خطية، أنا أقول خطية. ليش؟ تدري ليش خطية؟ أي؟ احنا نطينهم مجال هواي. هم ندري بيهم خونة، ندري بيهم دجلة، ندري بيهم شعوثة، ندري ولاهم لإيران، ندريهم إيرانيين. نعم. إذا هم شرفاء شلون يطببون الإيرانيين وهم مرضى؟ إذا مو شرفاء، ما عندهم شرف، غير طاعتهم، ناموس ما عندهم على بلدهم. نعم. فلذلك إنه المفروض بينا إحنا ما نطول وياهم هالشكل. شلون ما نطول وياهم؟ المفروض عرفت معدي نطب عليهم طبة ونقول لهم الله أكام، اللي يروح لقام، اللي يروح لأمريكا، اللي يروح منين يجي، لأنه إحنا نعرف ماضيهم، ما حد يبيع سبح، هو واحد يبيع كبة، هو واحد يبيع مخضر. نعم. يحطون المهناتهم، خلوا المهنة مالتهم بالخارج ويرحوا لها أشرف لهم، إنتوا الشعب الله يهلكهم. يعني آخر ما تبقى جابوا لنا فيروس الكورونا ما أدري. نعم. كراون جابوهن، جابوه بديهم، جاي يطببون الإيرانيين وهم مرضى. نعم. الإيرانيين كلهم عملاء، أغلبيتهم عملاء، وجابوا الفيروس لبوا بإيران وجابوا لنا العدوى للعراق، يطلبوننا. نعم. مناعي القلبيين هذول يطلبوننا مثلا. نعم. يا أستاذ محمد، هم ما بيهم واحد يخجل، ولا بيهم واحد يستحي من الشعب، ولا يخاف الله، مخافة الله ما عندهم، هم كلهم سراق. أبو زهراء خلي أسألك. نعم. إذا سمحت لي، مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية حقوق الإنسان البرلمانية تدعو. نعم. الجهات المختصة إلى توفير مبالغ مالية من أجل معالجة، من أجل الإنفاق على قضية فيروس كورونا في العراق وانتشاره. يعني العراق الآن داخل. نعم. بأزمات كثيرة، من ضمنها وأبرز أزمة بعد كورونا هي أزمة النفط، انخفاض الأسعار، ودخول العراق في مرحلة الانهيار الاقتصادي. هاي الجهات المختصة اللي تسمح. نعم. للإيرانيين أن يدخلوا من الحدود وفاتح الحدود على مصراعيها وفاقد السيطرة على الدولة، حتهتم بتوفير. نعم. أموال
للجهات الصحية من أجل أن تتعامل مع خطورة هذا الفيروس؟ أقول لك أستاذ محمد. نعم. أستاذ محمد. نعم. أمر يحير نفسه بنفسه. الأمر يحير نفسه بنفسه. نعم. هم منع للإيرانيين ما جاي يمنعون ولا جاي يغلقون الحدود. نعم. منين يوفرون أموال للصحة؟ لأنهم ميزانية الدولة مختلة ومنتهية. صحيح. ورايح العراق إلى هاوية مالية. نعم. إلى هاوية اقتصادية. منين يوفرون لهم المال؟ لو تجمو لجنة. نعم. هم كل النية مالتهم أن هذا الشعب يبيدونه، ينهونه سواء اقتصاديا أو بمرض أو بكافة الأمور. نعم. هم جايين لهذا الشيء، ما عندهم شيء غيره. أنت تدري إحنا عندنا ناس يشتغلون بالحراسات الخاصة مالتهم، هاي الحمايات الخاصة. نعم. تدري شو يسولفون لي أستاذ محمد؟ نعم. يسولفون لي يقولون لي يعني أول هذا البرلماني، هذا واحد يسولف لي وياه يمكن حوالي 3 أدوار ما أدري قد، يقول أول ما يفكر بنفسه شو يبني، يسوي له فندق، يبني له بيت، يسوي له فد معمل. هاي أول ما يفكر بها، بعد ما له شيء بالعراق، ما له علاقة بالشعب. أستاذ محمد. نعم. هذول ناس منتهين، ما بيهم لا تفيد وياهم لجنة ولا تفيد وياهم تسمعنا كل نزاهة. هم أهل النزاهة منزهين، شلون تقبلها أنت؟ نعم. سيد أبو زهراء، أنا أشكرك، كنت معنا من العمارة. معنا السيدة أم قصي من الكوت. أم قصي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا محمد؟ إن شاء الله الله يحفظكم. الله يسلمك، حياك الله. الله يديمكم، الله يخليكم ظخر للمظلومين. الله يبارك بيك. لأن ما حد جاي يسمع أصوات العالم، بس قناتكم جاي توصل صوت العالم. واجبنا يا أم قصي هذا. عمي إذا إيران تريد العراق، خلنا نعطيهم إياه، وإحنا خلي يسافرونا يشوفونا دولة. ما نريد نستسلم. بعد شنو الغزو اللي يغزونا به الإيران؟ بعد شنو الغزو اللي يدخلوه علينا بعد؟ نعم. هاي مو أكبر جريمة اليوم بالنجف؟ مو نعم. أكبر جريمة؟ يعني دولة تريد تقتل الشعب، تقتلي بهالطريقة ليش؟ نعم. شنو ليش؟ يعني من محافظة لمحافظة يسألوك وين رايح؟ ومن إيران يدخلون بوجههم للنجف، شلون وصلوا للنجف؟ نعم. هاي طريق زرباطي قريب علينا، هذا مفتوح. نعم. طريق من هاي من يم مهران مفتوح، يعني يدخل ويسرح ويدخل. أردنا يا سيدة أم قصي، أردنا قبل شوية مقطع من الكوت، 3 عوائل إيرانية دخلت من منفذ مهران قاعدة بيوت. جاي يدخلون اعتيادي استاذ. نعم. جاي يدخلون اعتيادي، احنا قريبين على قريبين على المنطقة مال الحدود. نعم. دخول وخروج وبكيفهم وبالرشوة يطوب وبالورقة يطوب، مسألة جدا طبيعية. ليش يعني ما يمنعون؟ ليش ما حد يمنعهم من الدخول؟ هذا مو واجب الحكومة انه هي تمنع الإيرانيين من الدخول؟ يا حكومة أستاذ محمد، يا حكومة تحكي عنها يخليك الله. نعم. يا حكومة، يعني احنا بعد يقولون عندنا حكومة، وين الحكومة؟ وين الحكومة؟ إنه بس تقول لا أغنيك ولا خلي رحمة الله توليك، لا من أنتوا تشوفون شر إيران يعني من تخلون العالم تشوفون شر إيران، وخلي عمي بقية الدول إذا يكون يهودي هم أمام كل دولة علينا، عمي خلي العالم مستقرة، ماتت العالم هلكت، ليش تضربون الدنيا؟ يعني ما كفاكم لا القصف لا البهدال لا الجوع لا العطش لا العالم تغربت صار الهسين تايها بالدول. النوبة إذكم تجيبون لنا مرض تطببوا للعراق ليش؟ خلي العالم مستقرة، العالم هلكت ماتت، الشيل ياهم الدنيا، يعني ماكو أحد يرحمنا؟ ما حد يصيح يا ناس نقبضوا للعراقيين المظلومين؟ يعني العراق والله مظلومين، والله مظلومين. يعني من يا ناحية نعتبرها، من يا ناحية ندير لها بال، من يا ناحية نفكر، وثانيا تجد بقية الأحزاب تضرب أمريكا ويطيح براس العراقي المسكين، براس العامل اللي يشتغل بالمطار، براس العراقي الجندي المظلوم، ليش؟ شنو ذنبنا احنا اللي سويناه؟ شنو كافي؟ بعد كافي يا ناس، يعني صح احنا ما عندنا معين، بس الله بقى، بس الله يكفينا، لو يكفينا شرهم، لو الله يسوي لنا شر من عندهم. يعني نجف ومستورة عوائل تطببونهم يومي 5 عوائل، هذا مهران منها طريقة مفتوح، هاي زرباطية الكوت عائلة كاملة، ليش؟ منين؟ والله والنوبة بطريقة جاي يدخلوا الإيرانيين يدقدقون البوب ويطبون بدون استئذان. عمي هذا ما يصير، عم يسوون لشارة، الله يخليكم.
صيحوا صواتنا بالدول، سووا لنا شارع، عمي غزونا، عمي اخر ما بقى عندهم المرض جابوا لنا، بعد ايش ياخذون من عندنا؟ وشكرا استاذ محمد وازعجتك انا. لا يا ام قصي كل الهلا بيك، شكرا جزيلا لك للمشاركه، بالعكس يعني مشاركاتكم حقيقه هي التي تغني هذا، يعني تثري هذا البرنامج حقيقه وتعطي له القيمه اكثر. يعني ام قصي انا اشكرك والله يعينكم على ما ابتلاكم حقيقه، مأساة حقيقية مشاهدينا الكرام أن يسمح للإيرانيين لبلد موبوء أن تفتح الحدود معه، والعراق عند أكثر من 1000 كيلومتر حدود برية مع إيران تفتح على مصراعيه الأبواب. شاهدنا مقاطع كثيرة عرضناها كيف دخلوا عراقيين دخلوا من إيران، صور أحد الشباب العراقيين القادمين من إيران مقطعا عند أحد المنافذ الحدودية، قال بلا تفتيش دخلنا إلى العراق وبدون أي إجراءات وقائية، أي عزل، أي حجر، أي إجراءات صحية للتأكد من حالتنا، نحن قادمون من إيران. مواطن عراقي فتح الهاتف وصور مقطع، الحدود مفتوحة. تابعنا مقاطع أخرى كيف تقوم الميليشيات بكسر الحدود باعتبار هي مسيطرة على الحدود، وتدخل السيارات ناقلة للمسافرين، ناقلة للبضائع، بغض النظر ما الذي تنقله، تدخل من إيران إلى العراق، الحدود الآن مفتوحة، هناك فقدان سيطرة كامل على الحدود الإيرانية العراقية الإيرانية من قبل الأحزاب الموجودة الآن في بغداد. لدينا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام نود أن نقرأها لنواكب مع حضراتكم. في رسالة لدينا تقول: السلام عليكم، دخول الإيرانيين إلى العراق بأمر من الحكومة العراقية للقضاء على الشعب العراقي، والمفروض من الحكومة إغلاق الحدود من أول يوم، وهذه الحكومة متواطئة مع أسيادهم في إيران. عمر من الرمادي يقول: ندعو إخواننا المتظاهرين ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، ربي يحفظ العرب والمسلمين. السلام عليكم، أنا أسماء من العمارة، أنا أحب أمريكا وهي العدو الأساس للعراق، بس الحق ينقال اللي بدأ القصف هما الميليشيات الجبانة. أسماء تتكلم على موضوع القصف الأمريكي على مقرات ميليشيات الحشد وكتاب حزب الله. طيب، السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ كل ذنبهم وطن، رادوا يعيشون بحرية ما يتحاسبون على كلمة، مو فلان وعلان يحدد مصيرهم، وليعهد أن القاضي المستقل أن يحكم بالعدل جاي يهددون أهاليهم، وأي محامي يحاول يشغلكم بتنفيذ الإعدام، وين تريدون نوصل؟ بعد شوك تصحون ويجي واحد يقول شكو تظاهرون. في رسالة لدينا، أحد الأشخاص أرسل لنا صورة لكتاب إلى وزارة الداخلية مكتب الوزير، الموضوع توطين رعاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من السيدة أم عمر، تقول افضحوهم الله يرضى عنكم. طيب، في رسالة لدينا، عبد الخالق الناصر يقول: كورونا لم تأتي لتقتل وتبيد، كورونا جاءت لتحيي، نعم جاءت لتحيي ضمير الأمة، جاءت لتوقظنا من غفلتنا، جاءت لترينا صغر حجمنا لأننا عجزنا أن نرى أن جرثومة استطاعت أن تهدد الكون بأكمله، جاءت لتقول لنا أن هناك ربا غفلنا عن ذكره وهو القادر على استبدالنا بين عشية وضحاها. طيب، شكرا لك سيد عبد الخالق. في رسالة تقول يوسف بركة من تكريت، يقول: مساء الخير عليكم وعلى الإخوة والأخوات الأعزاء في قناة الرافدين. أخ محمد، انتقال العملية السلمية للحكومة العراقية الانتقالية، هل ستحمل في جعبتها ما حملته حكومة عادل عبد المهدي في قمع وتصفية المتظاهرين؟ الحكومة تريد إعادة الوضع الأمني إلى طبيعته، وأما عن الشعب فيريد استمرار ثورته الشعبية. هل العراق قادر على وقف جماح المتظاهرين وإعادة الوضع إلى طبيعته، أم خرج الوضع عن سيطرة رئاسة الجمهورية حتى؟ وشكرا. موضوع أن الحكومة تريد إعادة
الوضع الأمني إلى طبيعته، ما هي طبيعة هذا الوضع الأمني؟ ما هي طبيعة الوضع الأمني سيد يوسف من برك، سيد يوسف بركة من تكريت؟ هذا الوضع الأمني ما هو طبيعته في العراق؟ انتشار الميليشيات هل هو طبيعة الوضع الأمني في العراق؟ هل هذا طبيعي بالنسبة للوضع الأمني في أي مكان في العالم؟ انتشار فرق الموت، انتشار القوات الحكومية التي تعتقل دون مذكرات قبض وتقوم بإخفاء المعتقلين، هل انهيار أمني واضح كما نراه الآن في العراق هو وضع أمني طبيعي لبلد كالعراق؟ المتظاهرون خرجوا لإيقاف كل هذه المهازل التي عاشوا في ظلها طيلة 17 عاما، بلد منهار تماما بكافة جوانبه وقطاعاته، خرجوا لإصلاح الوضع بإزالة هذه الحكومة، هذه الأحزاب الفاسدة، هذه الميليشيات، واستعادة الوطن المفقود. من معنا الآن؟ أبو باسم، أبو باسم من السويد، تفضل يا سيد أبو باسم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اتصلت بك امبارح. نعم نعم، ما أعرف تذكرني لو لا. أي نعم نعم أبو باسم تفضل. أنا البارحة حكيت وياك وكان كلام مختصر، يعني حكيت وياك وعسري. تفضل. أنا عندي مشكلة كلش قوية صارت تقريبا، يعني أنا قلت لكم البارحة من الشهر الخامس والسادس. نعم. السنة الماضية. نعم. أنا لاجئ سياسي. نعم يا أبو باسم. اتصلت، أكو ناس يعني جرجروني بالتليفون، وكان الوقت ساعة تقريبا ما بين 8 و 9 بالليل. أبو باسم، بس أنا طبعا يعني أستوقفك لهاي اللحظة بس إذا تسمح لي. نعم. احنا انا فاهم القضيه اللي حضرتك طرحتها البارحه في برنامج منبر الرافدين وتحدثنا بها، وموضوع التهديدات اللي حضرتك تعرضت لها، لكن اليوم احنا حقيقه موضوعنا رغم انه كلش مهم يعني مشاركاتكم بشكل عام، لكن موضوعنا اليوم بدنا نتكلم عن فيروس كورونا انتشاره في العراق والسماح بدخول الايرانيين. انا متفهم حقيقه الخطر اللي تعرضت له، وحضرتك تكلمت معنا البارحه، اود منك باختصار شديد، أنا أقدر طبعاً اتصالك، أود منك باختصار شديد أن توجز لنا القضية اللي حضرتك في صددها، وحتى وإن كانت بعيدة عن الموضوع قليلاً، لكن باختصار شديد إذا تسمح سيد أبو باسم. أقول لك الشغلة هاي ترى كلها لعبة سياسية. نعم. لعبة هاي ترى عرفية إحنا، هاي شغلة هي على مود شنو يبعدون المظاهرات. نعم. يعني يخوفون الناس حتى يبعدوهم على مود هذا الشيء. قضيتك يا أبو باسم، حتى بما أنه اتصلت وما نريد حتى نظلمك بالاتصال، قضيتك باختصار ممكن توجزها لنا تختصرها؟ يعني قضيتي أنا قضيتي طويلة يا أخوي. أنا نعم. أنا الإنسان الشخص اللي حكيت وياه قلت لك البارحة. نعم. الحلبوسي، أنا حكيت وياه شخصياً، أقول لك الشغلة ما بين 10 دقائق وربع ساعة شخصياً. نعم. طيب سيد أبو باسم، أنا اللي فهمته من كلامك البارحة ومشاركتك كان واضح جدا، أعتذر منك طبعا الوقت شارف على الانتهاء، أشكرك جدا جزيل الشكر للمشاركة، وأتمنى تتواصل ويانا في حلقة أخرى لطرح الموضوع بشكل يعني نفهمه حتى منك بشكل أوسع، أو إذا تحب أتواصل مع حضرتك فيما بعد وأفهم منك الموضوع بتفاصيله، لأن هناك شغلات أمور البارحة اللي ذكرتها كانت مبهمة وما قدرت أفهم منك الموضوع بشكل طبيعي وواضح. أشكرك سيد أبو باسم من السويد. فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام. في رسالة تقول ولاء للوطن، تقول تحياتي لك وللكادر للوقاية من مرض كورونا استخدام، أرسلت وصفة. طيب، وزراء وقادة ميليشيات وثائق وقوائم، 32 ألف عراقي يتلقون رواتب من إيران. نعم، هذا كان عرض، هذه الوثائق كانت قد عرضت سابقا تتحدث عن وجود 32 ألف شخصية في العراق تتلقى رواتب من إيران ذات ولاء إيراني، موجودة في العملية السياسية، مشاركة أساسية. أريام من الأردن تقول، الطالبة أريام عبد العزيز من الأردن، وتابعكم، ربي يحفظكم، سلامي لك أستاذ محمد. شكرا جزيلا لك يا أريام. في رسالة من إحدى المشاركات تقول،
تحية طيبة لحضرتك. الشعب لا يلوم ما تسمى بالحكومة لأنها حكومة إيرانية وليست عراقية، عملاء باعوا العراق أرضا وشعبا إلى إيران، لا يهمهم إن ماتوا بالقنص، قتل، خطف، اعتقال، لا أحد منهم يحرك ساكن ويتكلم بالوضع، تاركين الشعب يعاني وهم مشغولين بكتلهم الخايبة، ما يدرون هم وصلوا إلى مرحلة الانحطاط والرذيلة. في رسالة تقول سيدة أبو حاتم من الموصل باختصار: تحياتي لك وللجميع ولمن يستحق التحية. من خلال برنامج صوتكم أوجه ندائي للشعب العراقي كافة والمتظاهرين والثوار أخذ الحيطة والحذر في هذه الأيام المقبلة وهذه المرحلة الحرجة للعراق وشعبه الصابر من قبل الاحتلال وصعاليك الخضراء عملاء إيران. شكرا لك. أبو سمية من الأنبار يقول: الحكومة التي هي بحد ذاتها وباء لن تعالج وباء ولن تمنع المرض من القدوم من أسيادهم الإيرانيين لأنهم جسد واحد. رسالة طويلة جدا من، ورسالة حقيقة مليئة بالألفاظ النابية، لن يسعني بالطبع أن أقرأها ولا أعلم من المتصل حقيقة، يعني نتمنى الحفاظ على الأداب العامة قدر الإمكان، يعني غير مسموح بهذا الكلام. الكناني يقول: ممكن أشارك؟ أريد أتصل أنا من إيران، هل لديكم رقم نتصل عليه؟ نعم يا سيد الكناني، رقم ظاهر على الشاشة طيلة الحلقة، سأرسله لك. نعم انتهت الحلقة، لكن بإمكانك أن تشارك في الحلقة القادمة من البرنامج. رسالة من أبو سعد من بغداد: السلام عليكم. بعد التحية يقول: الله يحفظنا من هذه الأمراض ومن هذه الوحوش المفترسة وهذه العصابة العلقمي المالكي المجوسي، اقتربت نهايتهم إن شاء الله. رسالة تقول: الله يحفظ العراق من كل ظالم. رسالة أخرى: تقول: أستاذ محمد، أنا ما كاتبة أسماء من العمارة، أنا ما كاتبة أني أحب أمريكا، وأنا ما كنت أعرف موضوع البرنامج بس شفت الأخبار تحكي على القصف. أنا من أصدقاء البرنامج ومتابعة إلى خاص وخاصة القناة من الصبح لليل عليها وأحبها، للأسف كل ما أدز رسالة ما تقرأها، بس هالمرة مرة واحدة بعد ما أدز. لا يا أسماء، يعني ماكو داعي لهذا الزعل، إحنا قرأنا الرسالة ونتمنى منك المشاركة الدائمة بالبرنامج، ونحيي طبعا كل أصدقاء البرنامج والمشاركين والمتابعين. السلام عليكم، فيروس كورونا رسالة من الله، أنا فيروس بأن فيروس أمحي بي الطاغية، شايفين أرواحتهم من إيران وشيل إيدك المجهول من واسط. طيب، بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا، أنا أشكر جميع المشاركين معنا، نعتذر لمن لا نستطيع أن نقرأ رسالتهم بين الحين والآخر بسبب ضيق الوقت، الموضوع ليس متعمد، بالعكس هو كما قلنا المشاركات هي التي تحيي هذا البرنامج وتعطي له المعنى والقيمة، مشاركات حضراتكم إن كانت على الواتساب أو على الاتصال، نشكر الجميع ونتمنى إن شاء الله أن نلقاكم على خير في الحلقات القادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.